ويلكم يوتيوب، ورجعنا لكم بفيديو جديد. فيديو النهارده مختلف خالص، هنبدا في شغل المقالب. هنبدا نعمل مقالب. انا هبدا لوحدي اعمل مقلب في اخويا. هو دلوقتي تحت بيدفع النت، عشان النت عندنا بقاله يومين ويفصل. اول ما يجي هكلمه، هحاول اللي انا ما بينش اللي انا بعمل له مقلب. هو المقلب النهارده هيبقى غلق قناه اليوتيوب، اللي اكن القناه بتاعت ايبي فيديو بتاعتنا اتقفلت، وهقول له ان انا بجهز للقناه الجديده. بس كده ان شاء الله المقلب يبقى تمام وما يبصش مني، وبس كده. خليكم معايا. طبعا يا جماعه، دلوقتي اخويا نزل تحت وكان بيدفع النت، فهو تاني واخد معاه مفتاح، فثواني هشوفه كده. هو هنا. ايه ده؟ انا سجاوب. انا حبيبي يا اسطى. بتصور فلوج يا اسطى؟ اه، بتعمل فلوج يومي؟ تيجي نجرب نعمل فلوج يومي ولا ايه؟ تعالى يا عم نجرب. تعالى قشطه. طبعا دلوقتي يا رجاله احنا رايحين فين يا عم؟ رايحين اوضة عادي. تيجي نثبت هنا الكام ونظبط. تيجي هنا نثبت الكام ونتكلم ولا ايه؟ مش عارف. عادي، بص استنى كده. طب حط هنا عقبال ما نفكر في فكره الفلوج. طب قشطه. يا عم هو كده كده حلو. انا كده كده ممكن فكره، ممكن ننزل مثلا نعمل شويه لقطات، تعمل حاجه ده في الفلوج. اه ايوه. انا طب ايه بقى؟ هشرب قهوه وجايلك. خلاص قشطه ماشي. ادي عشان قوي. طب انا بظبط الفلوج. طبعا يا جماعه انا دلوقتي هو صدق ان ده فلوج، وانا الحمد لله ما صدقت اللي هو عارف ان ده فلوج. فدلوقتي هعمل في المقلب اللي القناه اتقفلت، وراح دلوقتي اقعد على الكمبيوتر اكننا نصور فيديو جديد. تمام. يا رب بس المقلب يكمل على خير. اما نشوف. يا ناس يا خطير، ماشي ولع الدنيا. انا بظبط الستاند اهو. تم حصل يا اسطى. افتح واحد حلو. يلا عشان نصور فيديو جديد. بقول لك صح، انا عملت قناه جديده وكده. ايه يا عم؟ قناه الفلوجات وكده عادي. ليه دي؟ يا عم انت نوع يا عم اهو بتهزر يا ابني. كنت فاكر ساعه ما احنا قعدنا نقول هنعمل ايه؟ يا عم فاكر ساعه ما احنا كنا قعدنا نقول هنعمل ايه بتراك واللي هنعمل فيه اغاني وكده؟ يا عم اغاني ايه يا عم؟ مش عايزين نعمل اغاني، ما عندناش مجد دلوقتي. ما انت المشكله، ما انت المشكله مش هتصدق. ايه مش هتصدق ايه؟ ان قناه اي بي فيديو اتقفلت. جالها 3 استرات. انت بتهزر صح؟ يا عم ما تشوفهاش. انت بتهزر يا عم. ما بهزر يا عم. بهزر ايه يا انس؟ الحاجات دي اصلا يا عم، الحاجات دي فيها هزار. اسكت يا عم. انت بتهزر اكيد. معلش، الحاجات دي فيها هزار. ازاي؟ اما انا بقول لك عشان كده عملت قناه جديده. هي المشكله اللي شركه جت فجاه عملت 3 ابلاغات زي ما عملت على قناتك، فاكر؟ يعني على نفس الشركه برضك ومش عارف انا اي حد. يا اسطى بسرعه يا اسطى. يا اسطى والله قاعد بكلم كل الشركات وبعمل لهم التماس ومش عايز يعمل خالص. يا اسطى ازاي تثبت في ايه يا اسطى؟ ايه ده يا عم الخبر ده يا عم؟ يا عم انا مش عارف والله. انا عايش خالص. اي حد بيرجع قنوات يعمل اي حاجه يا عم. عايش دي عم تستاجر عليها 1000 ونص يا اخي. احنا الناس عرفتنا عليها، بدانا نجمع من عليها متابعين وعملنا عليها، حطينا عليها فيديوهات كتير قوي. بس المقاطع القديمه اتقفلت تماما. دفع لي حوالي 200 فيديو يا اسطى. وانت حتى لازم تدفع النت عشان نعمل فيديوهات. استغفر الله العظيم. يعني انا مش مصدق والله يا جماعه. ازاي يا اسطى؟ ازاي انا مش مصدق القناه تتقفل؟ يا عم هوقف الفلوج اهو. في ايه؟ انا مش مصدق بجد القناه تتقفل كده في ثانيه، ومعرفش الفلوج ده هنزله لكم ازاي. انا والله مش عارف هنزل الفلوج ده ازاي. انا كان فاعل القناه يا اسطى. يا عم شوف يا عم القناه. يا عم شوف القناه بس بيعمل اي حاجه. طب ثانيه يا عم، انت بنبحث. ابحث عليها يا عم. اسمه اي بي فيديو. ابحث، انت مش هتلاقيها اصلا يا عم. لازم ابحث. اي بي فيديو جاب تكتب كده يا عم. في ايه يا عم؟ هي يا عم. ايه ده يا كات؟ ازاي يا عم انت بتهزر يا عم؟ القناه هي يا عم. عم بصراحه يا اسطى. يا عم انا زعلت يا عم، اقسم بالله يا اسطى. بصراحه ده كان مقلب وما كانش فلوج. بقى تقول لي فلوج؟ مقلب يا جماعه. يا عم يا عم شبان متخانق يا عم. اسمه مروحه الكيس. ايه يا عم؟ عايز ايه يا عم؟ عشان مروحه الكيس يا عم. ايه ده يا عم؟ شمعها والله كده. طبعا المقلب نجح الحمد لله. هتقول لي كانت تقفل يا عم؟ انا خضيت قلت بعد كل التعب ده وفلوجات يا عم، والقناه في الاخر تقفل. معلش يعني ايه يا عم؟ يلا كفك يا سكف. يا كفك بقى. الله خلاص بقى.
طبعا يا جماعه المقلب الحمد لله نجح في اخويا، ولو عوزتوا مقلب تاني لا اللي كانوا اتقفلتش الحمد لله اتخضيت. هو انا حسيت اللي هو صدق وعمل بقى عمل حوار وبتاع اللي هو القناه اتقفلت انت اتحرقت ولا ايه؟ لا يا عم. وبس كده، لو المقلب عجبك ما ننساش تعمل لايك من تحت وسبسكرايب للقناه، وان شاء الله في مقالب جايه كتير، وانا طبعا اللي هعملها في اخويا عيني الغلبان. مقلب اخويا ايه يا عم؟ هتقدر تعمل فيه مقلب؟ يا عم هتقدر يعني؟ اعمل يا عم، هشوف المقلب جاي اعمل. يا عم وريني نفسك، انا بقول لك بس على الله يا رجاله، وواضح ان هو سخن جدا هيموتوا يعمل فيها مقلب. بس كده كان معكم ايه بي